عشاق الحياة، بالشعر بدأنا وبالشعر نستمر. هذه أسطوحة ثقافية يتجاور فيها الشعر والهم الفكري لهذه المدينة المعطاة. يا الله العم الضافر درة المدن، وهي تزدهي بقاماتها الشامخات من النخب الثقافية التي ضحت وتضحي من أجل أن يستسموا في علو الفكر والحضارة. نحن في اللجنة المنظمة لشارع الخورنق الثقافي التي هي تضم هؤلاء أخوة الأدباء الكبار، السيد حمد القابشي والأستاذ عبد الحسين محبوبة والأستاذ هاشم الباتشي وكل الأخوة الكرام من أهل العلم والمعرفة، قلنا لنبدأ بالأسبوعة الثقافية بعلم من أعلام الثقافة العراقية والفكر العراقي. نرحب باسمكم جميعا وباسم شارع الخورنق الثقافي بالشاعر الدكتور عادل الوصيصي مدير عام تربية محافظة النجف، وهو يحمل في مخيلته أفكار وطموحات وأحلام تتمنى أن تتحقق من أجل الرقي في الواقع التربوي في مدينة النجف الأشرف. والحقيقة أن الواقع التربوي مبني على أساس متين منذ أكثر من قرن من الزمان. أهلاً ومرحباً بكم وباسمكم جميعاً ندعو الأستاذ أبو حيدر الدكتور عادل الوصيصي إلى المنصة وإلى جواري ليبدأ حديثه عن واقع التربية في النجف الأشرف، إضافة إلى مباركته افتتاحي شارع الخورنق. ابو علي مو ابو احمد، ابو علي. الحمد لله هو كل اول كان قبل والاخر كان اخر بعد. الصلاه والسلام على رسول الله صلى محمد وعلى اله. اللهم صل على محمد وال محمد. العالم إدارة المسكين